نروح لهولندا او نروح للهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه، القائمه طبعا اللي هيخوض بيها مباراه ريال سوسيداد في نصف نهائي سوبر الاسباني الارجنتيني، لان ميسي النهارده بيجي على راس القائمه اللي اعلنها كومان. المباراه هتكون يوم الاربعاء بعد بكره ان شاء الله، نصف النهائي الاخر، مباراه قويه جدا بين ريال مدريد واتلتيك بلباو الخميس طبعا اللي جاي. كل التوفيق ليهم طبعا، هم من ساعه ما وصلوا مالاجا وهم محبوسين بسبب الثلج. اكيد اكيد من المنتظر كمان كلاسيكو ارض بيضاء، يعني كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه يكون في نهائي سوبر الاسباني، ده منتظر. لكن